وعلي ما شفتك صدرت لنا من دياله غيرك يعني احتكرت الموضوع انت مثلا؟ لا والله بالعكس. طيب صدرونا شعراء من دياله ما جاي ما جاي يوصلني اسم مثلا بارز من دياله مع احترامي لهم واعتزازي، هل هو قصور بيهم ما يشتغلون على نفسهم؟ مو قصور لا، طيب بس هو الشعر لازم يشتغل على روحه لازم، وهذا جاي نقول اذا مو كلش من خلال هاي الموبايل يقدر يصور وينشر. واليوم هذا السوشيال ميديا بصوره عامه اليوم هذا اسرع مثل ما يقول انتشار للمقاطع وللقصائد، بس ما اعرف يا اخي هذا السبات اللي عندنا نايم ليش؟ طيب انت تقدر تخدمهم بقضيه واحده، نعم. مثلا شاعر شاب من عندهم يصور وياك مقطع على سبيل المثال، اي يقرا له فد بيتين ثلاثه اربعه، نعم. ها حلو. وقول يا ابا هذا الشاعر انتبهوا له ترى شاعر كذا، خلي وصل لنا انت ها مو وصل لنا، لان على عاتقك اليوم انت صح. اليوم انت اسم مهم بدياله، فمن المفروض انت تصدرون الشباب اللي عندكم. يعني ما معقول انه مثلا مقدم برنامج يروح يدور وين مثلا؟ اليوم انا البارز عندي حسين، نعم حسين الزهيري، نعم صح لو انا غلطان؟ صح، بس ابو حيدر اليوم الشاعر من يطلع بمهرجان ابو امسيه ترى هم يتوجه الضوء عليه ابو البرنامج. هسه اليوم انا والله العظيم كل الحب والود لكل المنتديات جاي تطلع اسماء، يعني صح ما معروفه بس تطلع انه طيب ما عندهم شيء يخليك منصف شلون؟ لا بالعكس، شلون عندهم؟ عندهم الشعريه بس العاليه، بس هو ابو البرنامج ما جاي يروح لهم يعني شلون يعني ابو البرنامج لا تسولف لابو برنامج غير يباوع على التواصل على المهرجانات. استاذ حسين انت اليوم برنامجك من اخذت الشعراء اخذتهم ليش؟ أخذتهم ليش؟ ليش؟ على شعرهم على واصلين؟ إيه أكيد تمام؟ نعم. اسمهم ظاهرة صح وعرفته وخابرته إيه؟ طيب أنا ذا ما أعرفه وما سامعه وما ما سامع لبيت شلون أخابره؟ يعني إذن هاي مو يمه، يمه هو شعر مو جاي نقول إحنا مو هم يعتبون إيه. هسا إن شاء الله أنا محضر أسماء البرنامجي من دياله من دياله؟ إيه يعني بالخمسة أسماء وإن شاء الله خير يا الله.